بالمناسبة قبل بقى ما نقفل مع حضراتكم هذا الملف، تعالوا نشوف مجموعة من اللقاءات اللي تم إجراءها بعد مؤتمر الأمس ونرجع نكمل كلام. طبعا لازم اقول اوجه الشكر للكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، ويعني زي ما احنا شفنا النهارده هو مش حاجه جديده عليه، هو من اول يوم فكر يرشح نفسه قدم حاجه جديده زي ما قال، هو يمكن اول مجلس اداره يقدم برنامج انتخابي حقيقي، اول مجلس اداره يقدم مجلد كبير جدا كنا احنا ساعتها بنراهن على تنفيذه، وناس كتير كانت بتراهن على تنفيذه، يمكن النهارده الحمد لله ده نجاح وبتجني ثمار التعب والجهد، مفيش حد بيتعب غير ما ربنا سبحانه وتعالى بيكرمه يعني. الحمد لله عملنا اللي احنا وعدنا بيه، ومجلس اداره كان مجلس متكاتف، كابتن الخطيب حط اجنده او برنامج انتخابي، النهارده استعرضنا كل الانجازات اللي عملها، الحمد لله مفيش حاجه ناقصه، والحاجه اللي هي الاستاد احنا ابتدينا فيه اوريدي، فيعني الحمد لله ان احنا فخورين بان احنا انجزنا ووعدنا واوفينا، وان شاء الله نكون عند حسن ظن الجماعه العموميه. الحدث اللي حاصل النهارده حدث بشكل محترم يليق بتاريخ النادي الاهلي وبشياكه النادي الاهلي، بغض النظر مين موجود في مجلس الاداره ومين مش موجود في مجلس الاداره، فبالتالي انت بتتعامل مع كيان كبير، فلازم كل خطوه بتعملها او كل حدث بتعمله كبير. انجازات كلنا مبسوطين بيها، اربع سنين كلنا كنا بنقول قبل الاربع سنين ان ده وعود انتخابيه ده كذا، ولكن بعد الاربع سنين في حاجات اتعملت ايجابيه كتير جدا، ايجابيات على المستوى الرياضي، مستوى الانشائي، مستوى الفروع، مستوى الكوره. طبعا النهارده انا بعتبره عيد، يعني عيد تجمع الجمعيه العموميه، ده شيء حضاري جدا. النهارده بيبقى فيه كشف حساب، يعني تعودنا تملي ان اي مجموعه انتخابات، يعني مجموعه بتنزل انتخابات بتقدم بعض الوعود وما بتهتمش بعد كده باي حاجه، فالنهارده ده شيء حضاري جديد، سبق النهارده ان المجلس يقدم في نهايه مدته كشف حساب عن اعماله المختلفه سواء الاجتماعيه او الانشائيه او الرياضيه او غيره. فبقول انا كنت سعيد جدا بالطريقه اللي تقدم اليوم بيها النهارده. Well, I like to see the vision of اهم حاجه الرؤيه اللي عملها من النقطه اللي كان موجود فيها النادي الاهلي من اربع سنين والحاجات اللي حققها ورؤيته المستقبليه، فواضح ان الصوره مبهجه والصوره واضحه والصوره فيها يعني فيها تدعو التفاؤل. تكريم ما بعده تكريم، ودي حاجه النادي الاهلي ده في دمنا، وهندي النادي الاهلي مهما كان بدمنا فعلا، وهو كده اداني اقصى حاجه انا ممكن اكون عايزها. انا بشتغل الحمد لله متطوع، وكل اللي معايا بيشتغلوا متطوعين، وانا عارف كلهم بيحبوا النادي الاهلي ازاي، وبنشتغل فعلا وبنحب النادي ومش مستنيين حاجه ولا حتى دي، فهو كونه يدينا دي فهي كانت بالنسبه لي وبالنسبه كل الناس اللي معايا في اللجان اكبر تكريم لينا، يعني الحمد لله.